ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع، واجعل إلهي ملكه بين الظلوم، املأني من فيض السلام وارويني حتى أصير في سلوكك يسوع. ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع، ربي اجعلني مثله في الحياة، عبدا مطيعا باذلا حتى دماء، مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الإله. ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع. بسلوث إيمان الدثخ
وادخلهن قاني شيك رامرموخ. يقبلونه
فرحي من صورة قبلنا إلى بوتو لمايسة فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. Thank you.
يهود ونشمال أسبرثوث بلحيث ذلوم إوانجل يوقع نشوت موران ولوان يشوم شي حدمي هذه شد موران يشو امشيحو سبرتم احيانيثو من مرقوسم صبران ودم سابر حي وفرقان العلم دم دبران وثد مران والوهن وفرق ديلان يشو ومشيح من فتحة يا رود البسر من فلتو قدشتو مريم ولين دين هوخانه واي وخرج يسوع من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه ولما كان السبت ابتدى يعلم في المجمع وكثيرون يسمعوا بهتوا قائلين من أين لهذا هذه وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجري على يديه قوات مثل هذه أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويوذا وسمعان أوليست أخواته هاهنا عندنا فكانوا يعثرون به فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته ولم يقدر أيضا أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم وصار يطوف القرى المحيطة يعلم ودعا الاثني عشر وابتدى يرسلهم اثنين اثنين وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة بل يكونوا مجدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين وقال لهم حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم الحق أقول لكم ستكون لأرض سادوم وعمر يوم الدين حالة أكثر احتمالاً مما لتلك المدينة فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark chapter 6 Then he, Jesus, went out from there and came to his own country and his disciples followed him. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? So they were offended at him. But Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Now he could do no mighty works there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief.
Then he went about the villages in the circuit teaching, and he called the 12 to himself and began to send them out two by two, and gave them power over unclean spirits. He commanded them to take nothing for the journey except a staff, no bag, no bread, no copper in their money belts, but to wear sandals and not to put on two tunics. Also he said to them, in whatever place you enter a house, stay there till you depart from that place. And whoever will not receive nor hear you, when you depart from there, shake off the dust under your feet as a testimony against them. Assuredly, I say to you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. So they went out and preached that people should repent. And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. شينو وشلوم الكلقون What
كل العنيد ما يمنع تزعيد دينهم قد افتون شبعتهم أن يحمر يا الله نفجدون رعدون باريون سلطان ودرح ممدحنا هنا الكرميحون عتايا ومحتيا ناويلا ولون في حمل كان قريا مران مرد الشفاجه الليل انوار وتولي ولاد الترون وفرقان وقابل الطوذر تخشوتان وبرد رمك كل مرد قد شياده قول شطب شيمون يدرون دومينا بمرحون وذخر يبلي وابر والحرطة وطبطة ويدي ذر قبل دشلامة أشو الكولان والشلامة كريسيانة يوضرع مجفى للعوضة وشاكلان ولا شفع توديتا مسقينان وشاء وقول نسجد أمامك يا إله الآلهة والسيد السادات يا قاضي القضاة المخوف على السلاطين أيها العلي الذي يرب النورانيون باه ويرتاه والملائكة الروحانيون من منظره إليك نبتهل يا إلهنا العلي لأنك أهلتنا لخدمة السرافيم القديسين وأشركتنا بأسرارك الإلهية المسجود لها لتبررنا برأفتك الجزيلة فنمتثل بين يديك وأمام مذبحك المقدس بطهر وقداسة ونخدمك خدمة كهنوتية نقية في مائدتك الروحانية وارسل اللهم روحك القدوس ليقدس هذا الخبز وهذه الخمر الموضوعين أمامنا ويطهرنا من جميع أدران الخطيئة ونقياً أفكارنا ونوايانا ومقدساً نفوسنا وأجسادنا لكي نقدم لك ذبائح زكية طاهرة ونستحق السعادة التي وعدت بها قديسك ومعهم وفيما بينهم نسبحك حامدين أباك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين يتحو به شبانه دحته بتريهن علم العالم علمين آمين إنو دين عبدهم حيل وحطايا لعلوها ينهوي مر قديش أبو قديشو آمين قديش قديش روح قديش دم قديش فرمت حطايا عبدك تحيس ومطرحهم النفشوث النفشوث ايدي لندبوين دحين ودرابونين ودملفونين ودعانيذين وادخلون عنيذ ما يمني فتريهن علمي عالم علمين يا ذي قرسك ومين
شفير ولم أصلوا اذكر إلهي ربنا يا إله السلام وسيد الأمن نحن جميعا واهلنا لنعطي السلام بعضنا بعضا بقبلة مقدسة ونحن بمواصلة محبتك ونرفع إليك تسبيحا وشكرا وإلى ابنك الوحيد ورؤيك القدوس المجيد أشوب خول زبان العلمين من بارق شكامو اما کی خود تحت یک حیار شدر برکو ثی دخلانید کفیق دلی قومخ بریخن بی طیبو ثد و برای دخو احید و دعمک مالق مسقینال و شبحوی قارو و حضون و عمرو حید و قدیشو و شو و قول زبان العلمین God the Father, who by your great indescribable love towards mankind, did send your Son into the world to bring back the sheep that had gone astray. Reject not, O my Lord, this bloodless sacrifice, for we rely not on our righteousness but on your mercy. And grant that this sacrament which was instituted for our salvation be not for our condemnation, but that we thereby receive remission of our sins and may render due praise and thanks to you and to your only begotten Son and to your Holy Spirit. Hosho, abhul izban al-ulmi. Shafir,
قمح ثاقم نفوس قم سيثاقم قنيشون قم ذنكل نحاي بحوم وبيم ولوث الأشرار بذن ضنائيم دن فحلا ثلاب النفورا ودن حيل ثوق نشنا تقضو ما يسيمو حرب ذيك أمر ربو ماليو تبشينا وشلاما لمخفى حيث لله أبو مريكو احلم كل انقاري رحمة وشلوم لبذوتا حبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركات وحلول الروح القدس الفرقليط لتكن مع جميعكم إخوتي وأخواتي إلى الأبد. Upward, where Christ sits on the right hand of God the Father, let our thoughts, minds, and hearts be at this hour. Let us give thanks to the Lord with reverence. حقاً إنه مستحق وواجب أن نشكر ونمجد ونسجد لخالق الكون مع الملائكة وطغمات رؤساء الملائكة هاتفينا بألفاظ التسبيح وقائلين قديش 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 created Adam out of earth and placed him in paradise. When he transgressed your commandment, you did not let him go astray, but did guide him by the prophets. And in the fullness of time, you sent your only begotten Son into the world, who by the Holy Spirit and of the Virgin Mary became flesh in order to save us. When he, the sinless one, was prepared to accept the voluntary death for us sinners, he took bread into his holy hands, and when he had given thanks, أدن إثعات أدن قابل موت صبيان أيو لفاين حاطو يهود لحطو نساب لحم بذا قد شثوه خذوا بي بارخ صوف يا
بلاش لي او قديش ومار سبخ المني هنا وفار دحلو فيكون واحلف ساقيه مثق صيم مثيب الشبقون ضحطوه والحي العلم المين الخوث والكبس انساب وخذوا ذي بارخ يبلون لشيا وقديش ومار سابشتو من اكل خون انا ودم دحلو فيكون وحلف ساقيه مثشت مثيه بالشبقون وضحكوهم والحي دلعلم علمي As he entrusted these sacraments to his holy disciples, he commanded them, saying, Do this in remembrance of me until I come. الرب مجيئك الخلاصي منتظرين مجيئك الثاني نرفع إلى جلالتك تسبيحة متوسلين إليك لكي في يوم الدينونة الرهيب الذي فيه تفحص أعمال الأبرار والأشرار لا تسلمنا يا رب للنار واللهيب حيث البكاء والنحيب لا نتعذب متحسرين بسبب آثامنا وشرورنا لكن اشفق يا رب علينا وارحمنا واصرف نظرك عن خطايانا واعنا ولهذا تتضرع إليك بيعتك وبواسطتك ومعك لأبيك قائلة رحم علينا عبيدك ضعفاء الخطأ نقبل نعمك ونشكر لطفك على كل شيء ومن أجل كل شيء Rahim, 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 Rah
فلسطين وذي ينقل شلوم شلي وذي عثاوي دنك القيمين صالي صلاة شلوم وعمان شينو يا رب أسر ميان أردو قد ونف compassion and mercy ميان by his indwelling, may the Holy Spirit make this bread, the life-giving body, the redeeming body, the body of Christ, our God. Al-Khasan an-shamlid mordiya fi khihdato دما فاروقايا دما دل دمشيحا الله دينا بارك ما في sacraments sanctify those who partake them for the purification of their hearts, the cleansing of their thoughts, the sanctification of their souls, and their delight in the kingdom of heaven and eternal life. To you we offer thanksgiving and glory, and to your only begotten Son and to your Holy Spirit, Osho. وقول إسبان العلمين آمين بارك مون Let us pray and beseech our Lord and our God at this solemn and holy time for the fathers and leaders who are ruling over us this day and this present life who tend and rule to the holy churches of God in the four corners of the world, our holy, venerable, and most blessed patriarchs, Mor Ignatios Ephraim II and Mor Tawadros II and our prelate Mor Dionysius, that they may be confirmed by God with the rest of the Orthodox bishops. May their prayers be a stronghold for us. Let us beseech the Lord. رعاتنا وكلاء قديرين زينهم بأمن منك وعون ليتضرعوا مبتهلين إليك من أجلنا فنسبحك ونشكرك وابنك الوحيد ورواك القدوس المجيد لنا وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين عمود نتاحا دمي ونشليحا ورود ورقل استي صود والموديون ورطبون مريوحان نسجادوا معدون
رهوت قدمو يدموري والقديش مشبحة والاستفانوس إيشو دم شمشوني وقدمو يود سهدي والإشاء إشنيحم عليو مور بيتروس ومور حولوس نتفرد نخوض كل من قديش وقديش وثو صوتون شروط ويلان المليون يتكشف Oh Lord, shelter us under the wing of your sin. Bless us in the ranks, that with them we may sing praise and thanksgiving to you, and to your only begotten Son and to your Holy Spirit. Now, always and forever. Baruch mort of the methadinal, Gulunani, the Mayimne, Hubo Bamun of the Shroro, Men Mathepon of Adisho, Men Aito, Men Afrohono, Nikuratha. أدم شبتني أحوال وثقال وأبمرة روحه ووثو واذكر بسر مانع نبع ونتكشف من امشي حوله دلال هذا انساب نفش ثون وروح ثون الوثي دوب رحمة وسقيه نشوي نول حسوية حوبة والشبخون وضعطوهي لن والهون مانع ملكوثش ما يونيثو نزع قوني مار لزبني فقط الذي ظهر على الأرض دون خطية وابنك الوحيد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بجاهه نرجو الحظوة بالرحمة والصفح عن خطايانا وخطايا أمواتنا المؤمنين and all our departed ones worthy of a Christian name. Oh, I remembering not our transgression and theirs, so that in this and in everything, your honored and blessed name may be praised, extolled, and glorified with the name of our Lord Jesus Christ and your Holy Spirit. Now, always, and forever. Amen. Eka lodi thao ita, kya dar el dordori, wal kulon dore, ol me ol binam bimbar amo. Shkama. مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم إخوتي وأخواتي إلى الأبد Thank you.
وصيد التسابيح للليلة بالفريق ونقدم السجود لابنه الدعاء للروح القدس الفارق لي. نحن الذين بين يديك نسلمك يا فتي واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا قابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا إياها ابنك الوحيد القدوس هات فينا بقلب خاشع وقائلين أبونا بشمال الوحيد وروحك القدوس المجيد الآن وكل أوان
قديش ومعين القراب تبقى مريم رحمون في شين نركين طوميك مران وروها أمامك أحمر وتم عبيدك المترجون رحمتك الجديدة أتبع يا رب بركاتك وقدس أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا جميعاً وأهلنا لتناول أسرار المسيح وخلصنا المحيي فنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين لبريتو إثيويتو ومثومويتو زغيتو شوية ذبوسية تاوي عم كل خونا حايل المين آمين
هذا بقدي شعمان قبل العلم بحنونين. أنا هو الابن الواحد القدوس الذي خلص العالم بآلام إقنومه الثمينة. With us is the one Holy Spirit who is the perfect and fulfiller of all that has been and will be. May the name of the Lord be blessed forever and ever. Amen. Amen. إلى بوحين الدين قولا كالحين ناوي لا يولال بنعود مدبر يولال أيها الابن الروحي الشماس عناد، بما أنك ترغب في الدنو من خدمة الله تعالى ولهذه الدرجة السامية لتختبر أسرار المسيح ربنا، اقبل إذن هذه الموهبة العظيمة التي لا تقدر بثمن والتي تعطى لك بواسطة ضعفنا. لذا علينا أن نرشدك إلى المستقيم ونعلمك بالذي عليك أن تسلك به، أن تحفظ الإيمان القويم الذي بلا شائبة كما سلمه ربنا يسوع المسيح في إنجيله لتلاميذه المختارين، وهم سلموه بدورهم لأبناء البيعة المقدسة بواسطة تلاميذهم الرسوليين والملافنة والمعلمين القويم الإيمان. يجب عليك أن تؤمن الإيمان المستقيم بالآب والابن والروح القدس، ثلاثة أقانيم إله واحد، فيكون إيمانك ظاهرا وباطنا نطقا وقلبا، وتعتقد أيضا بأن واحدا من الأقانيم الثلاثة الذي هو كلمة الله نزل من السماء بمشيئته ومشيئة أبيه وروحه القدوس، وحل في العذراء الطاهرة مريم
وتجسد منها لمحبته للبشر. وإذ كان حالا في أحشاء العذراء كان في الوقت نفسه جالسا على عرش العظمة، وهو إله تام وإنسان تام، ذو قنوم واحد وطبيعة واحدة. وأن تؤمن وتتبع مار بطرس هامة الرسل ورفاقه الرسل والاثنين والسبعين مبشرا، مارغناطيوس النوراني وديونيسيوس ويوليوس وأثناسيوس وباسيليوس وغريغوريوس ويوانس وكيرلوس وديوسقورس المعترف وسيوريوس لسان حال جميع الملافنة. ومن بعد هؤلاء يجب أن تقدم الولاء لضعفنا كبطريرك لأنطاكيا وسائر المشرق، وتطيعنا وأن تطيع قطرانا هذه الأبرشية النيابة البطريركية الأخ الجليل مار ديونيسيوس جان قواق السالك بسبولهم المستقيمة. وعليك أن ترفض معنا عبادة الأصنام والمجوسية وكل الهرطقات، فتحرم ما نحرم وترفض ما نرفض. أحرم ما تحرمون وأرفض ما ترفضون. أؤمن بما تؤمنون وأحرم من تحرمون. أؤمن بما تؤمنون وأحرم من تحرمون. والآن نوصيك أن تقوم بخدمة الله تعالى كما يجب ويليق، بلا كسل ولا ملل، أن تحفظ نفسك من العيوب والشراهة. Now we command you to serve the Almighty God as is required and necessary, without hesitation and idleness. You ought to keep yourself blameless and avoid gluttony, drunkenness, and all that distances man from God, as the Apostle Paul said. A presbyter then must be blameless, sober, of good behavior, hospitable, apt at teaching, not given to wine, not violent, not greedy for money, but patient, not quarrelsome, not covetous, because all of these things are hated by God. Diligently, moreover, you should diligently continue in prayers, fasting, reverence, and supplication to Christ our Lord for yourself and on behalf of whom you lead in prayer. Be kind to strangers, the weak and the poor. Also arm yourself with humility, gentleness, and kindness to all, so that you might be found worthy to be a true priest in the house of God. Therefore, we may stand confidently in the presence of our Lord Jesus Christ and be found blameless concerning you before God. ونوصيك أن تكون مواظبا على الصوم والصلاة والابتهال إلى المسيح ربنا عنك وعن كل الشعب الذي تصلي أمامه، أن تكون محبا للغرباء وللضعفاء والفقراء، أن تتحلى بالتواضع والحلم واللطف مع كل إنسان حتى تستحق أن تكون كاهنا حقيقيا في بيت الله. وبذلك نستطيع أن نقف نحن ببياض الوجه أمام المسيح ربنا، ولا يلحقنا بسبب أي لوم قدام الله. وأعلم أيها الابن الروحي أن هذه العلامة تكون شهادة عليك أمام الله وأمام ملائكته القديسين وهذا المذبح المقدس، لأنك ستحافظ على الإيمان المستقيم الذي سلمناه إليك بلا غش ولا محاباة، كي نقف نحن وأنت معا بوجه طلق أمام المسيح ربنا عند مجيء الثاني. والآن بيدك تضع في هذا الكتاب علامة الصليب الحي الناو. In this book, you will draw the sign of the living cross by your own hands. Promising not to alter anything we charge you with, you must also be obedient to us, upholding our commands and that of your metropolitan. And may God save you
Otherwise, the Lord will judge between me and you on the day of judgment. والآن بيدك تضع في هذا الكتاب علامة الصليب الحي متعاهدا بأنك سوف لا تغير شيئا مما أوصيناك به. وأن تكون مطيعا لنا ولي مطرانك حافظا لوصايانا لكي يحيك الله وإلا فسيحكم الرب بيننا وبينك في يوم الدين. وهاني رفعت يدي إلى السماء ليحل الروح القدس عليك بما أنني وسيط في هذا الأمر فلا تهمل شيئا من كل ما أوصيناك به. وهو ذا نحن حاضرون أمام الله وأمام ملائكته والشهداء والقديسين ليكونوا شهودا بيننا وبينك بأن لا تغير شيئا مما سلمناه إليك. نبتهل إلى ربنا يسوع المسيح أن ينجينا وينجيك من الآثام وأن يؤهلك لتقف أمامه فرحا رابحا بما سلمناه إليك لتسمع صوته المفرح القائل تعال إلي يا مبارك بي رث الملك المعدك قبل إنشاء العالم بشفاعة البتول العذراء مريم والدة الإله وجميع الشهداء والقديسين آمين. مسافر شمشونو عماد اشمو دابو آمين. التي اقتنيتها بدمك الثمين واطرد منها مبيدا كل الذين يتعلقون بالعبادات الباطلة الشيطانية وامنحها لكي تترجى وتؤمن بك وتفرح وتبتهج بخلاصك لكي تقدم لك حملانا مسيحيين هوشو وقول زبان العلمين هليشو موشي وارون هللويا هللويا واشمعي القار يا اشمعي بوت نور العالم اسمار مهللويا والي لويا والدور دورين او دعاي منوثفو رحمة لا يلوطي بوثق وصوغد رحميك الحيحطو ايداكو اشيغين من عولو من احطو ايداكو وصور يويني انحود ايساقي رحمي الله قابي ليلة رب يصوط رحمة لا يتوصل الزان احطيق القول زمان يقبل حدك حطيد من شوط وطوي ساري أبو قديشة يهوب قديشة ثارو قديشة طيب وطوة عبد ودم سكي
حاكم العبد لمسك المجنون وثب نفقاد اسمع بسم ودود ندوغر ميمكي خيفه فيك من حطاي كل سخي الوقت الحي ترعد اشمايوت افتح طيب وثب ماي مالو واجن يمينه على عبدو دم ساكر ودمن اخبارا لبدك يبري بي يا لو روحك انت حديث بغاولو تشتي من اخدوميك روحك قديش لو تسمين اسطخ نصطبق صورو دخدومك فينا لو حيار الموابتك دون اصطاب الصبت دروح قديشو الوافل يبسم وفرغن وروم شابات تسم خندلي فلعو لرحوك حاطو الوثن ثفنون الشيش مايوني مخلص حيب شملو يعدو خالو زمرين تشبوتو لو تحلط بتخن الشيو عصامين طوال والوت فرقون وانشابه لشون زادي قوت ومريو بتحلي صفوات وقوامو وانصمر تشبهوتو وقيهين نوري بصور الزمور قالو راحي نشاقي موته بيدي مشكون الاشعور بقدس طيب تبحي وبنم يغدي شلم إسرائي تبحو ضالو روحي ما كيختو لبوش في قالو لو مسلي سكيون اتحو بيب يد مجنون وفضرو روحالو داكوب روحو فوق عبدو دم ساكل شملو يد بيني داكي عطف سبيون وخلصيون وابني شوريت ورشليم ويدن تسبب نبحت وشتوى بيقضي شلمي ويدن تسبون توري على المدفحو روحيت لطوية لو حدت لطن عدو غالو أبو وبرو رح قدشو عدو I ask you to stand up, please. Someone call us for your life. So. Salikul al-Rahmi wa ahnonu min muryon ibai. Muryon rahmonu rahim alayn wa adharayn. Ishwatu tawdithu idru rabu kulosu. رمرا مطابط لباطه الامین های پولیس بند باب خلای دانش بد نصیب برخور گلوری تو ده کنگ آف کنگز اند لورد آف لورد ده گیور آف هیولی گیفت اند ده پرووایدر آف دیوائن گرانت تو پرفکت دیز اپاسل های اسپرت And on his disciples his wisdom. To have defense, praise, glory, and worship with his Father and with his Holy Spirit at this time in which we perform this divine service, praying for mercy and compassion. Festivals, times, our seasons, and all the days of our lives, forever. Amen. Baruch Mor, ayuha al-Rabu, Rabun al-Rauf, wa muhib al-Bashar, من ليست العوالم كلها جديرة بكرامة مجدي السامية يا من يسجد له الملائكة ويسبحه رؤساء الملائكة ويقدسه السرافيون وتعظمه
بوجل جميع الطغمات الروحية غير المجسمة، وقد ارتضى من أجل مراحمه الكثيرة الموجودة فيه طبعا أن يلذذ الطبع البشري بالتسابيح روحية وسماوية، ولهذا أودع الأرضين بواسطة رسل القديسين رتبا سماوية، وقد سلم تلك الرموز التي سبق فرسمها على يد موسى كبير الأنبياء، سلم حقيقتها بواسطة ابن حبيب لاشمعون أمة الرسل ومنه إلى كل الكنيسة المقدسة حتى انقضاء العالم. فتقبل أيها الرب الإله بنعمتك وأزارة عطفك هذه الباكورة التي يقربها اليوم لعظمتك بتوسط ضعفنا طبعنا البشري البائس الذليل، وهي عبدك هذا الذي انتدبت بدعوة سيادتك المقدسة ليكون خادما ووكيلا على أسرارك الإلهية وكائنا فاضلا ومدبرا صالحا وقيما روحيانيا كائنا مملوءا عفافا ومعلما ماهرا يعلم غنمك الناطقة كلها فضيلة. فارخ مار واستأصل من شهوات الدنيسة البعيثة إلى الأثام عبر الملذات الجسدية، وثبتني في حبك الإلهي وبرجائك السعيد، وادعوه وزينه بالقداسة وبنقاء النفس والجسد وبهاء الروح وبالسلوك الحميد، وصنه وثبته في الإيمان القويم الذي لا يشن اختلاط بذوي الفداء أو لوم سيرة قبيحة، واهله بحلوك أن يدنو من خفة أسرارك الإلهية بدلة الأعمال الصالحة الحميدة وبكل أنواع أعمال الفضيلة وبفكر متضيع، وأن يقترب من هذا العمل الملائكي الذي يتوب ملائكتك القديسون أنفسهم إلى الإحداق به فيفوز بنجاة كاملة وخلاص تام لحياته، ويحرز غفران الذنوب والصفح عن الخطايا لكل رعيتك الناطقة المقدسة التي تمين عليها بنعمة ومراحم ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي معه يليق بك التسبيح والكرامة ومع روحك القدوس لنا كل آن وإلى أبد الأبدين من مرخمور. آمين. حسيت حوبي وشبان أضحكي بطيون علمي العالم علمي. Yeah.
تقبل يا رب لذة رائحة هذا البخور الذي قربناه أمامك في هذا الوقت، وأرسل روحك القدوس ليحل علينا ولا عبدك هذا الشماس عماد الجافية هنا مترجيا وغيبتك بواسطة قداسة سيدنا البطريرك. وبسبب هذه المواهب ونظيراتها نرفع إليك التسبيح يا ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة الحقيقي، وإلى أبيك يمو البركات كلها، وإلى رويك القدوس متمم كل المنح، ومقدس القديسين كافة وشوف كل زمان العلمين. اقرأ علي مريم
شوم شيح كروزوث محيوني ثمن يوحان شيح مخرزون مخرز حي فرقان العلم يغيظ وعدي ذكي دم دبران وثد موران والوان وفروق وديلان يشو ومشيحو بالفتحة يالو دذ ماسر من فلتو قادشتو مريم قولن دن هوفان وهواي فلما كانت عشية ذلك اليوم الأحد والأبواب مغلقة حيث كانت تلاميذ موجودين خوفا من اليهود جاء يسوع ووقف بينهم وقال لهم السلام معكم قال هذا وراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ لأنهم رأوا ربنا فقال لهم يسوع أيضا السلام معكم كما أرسلني أبي أنا أرسلكم ولما قال هذا نفخ فيهم كالين ومشوك لكريه مشوك لكريه قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم خذوا الروح القدس إن تغفروا الخطايا لأحد تغفر لهم وإن تمسكوا خطايا أحد تمسك قال لهم يسوع آمنوا أهوذ ذات الساعة وقد أتت الآن يتفرق كل واحد إلى موضعه وتتركونني وحدي ولست وحدي لأن الآب هو معي كلمتكم بهذا ليكون لكم السلام بي سيكون لكم ضيق في العالم لكن تشجعوا أنا غلبت العالم لما كنت معهم في العالم كنت أنا أحفظهم باسمك قد حفظت الذين أعطيتني ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب شينو وشلوم والكلخون شبح المريب قدش شبح برقي عدشني ودي شد أجرش فنتي على طرسينا يقدشي هوني ذو نجري سيني وجنيني علموشي موشي يوم على روح وخياب لصد يوحانو ويامينو ديت فشط البرخة تنول لشريحي بيتي ذو تجري وتاقي على عبد خود القداش شبحي شبحي وقد مالي الببية وتواجر على شيحي هوني ذو نجري ولاجي على عبد خود القداش وقد أجعي لشتيحي شلطو ندرا ومو عمقو أشرو شينه وأشلامو الرب اليون تبريدو بارمو قول أبو لبرو والروح قديش من عالم وعدم العالم علمين من شبح لابو قديش سيد الرب قديش وفي الروح مريم 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 م
امسك المواب دوش ما يونيثو ميتو الباسي مويثيك ساقي رحمل كلونو ننطورن لخ حايلثو نحضونو ديلخ وديحيضو يبرخ ودروحو قديش بخول وشو بخول اسبان العلمي امين بارك الله لا وكل اوان والى ابد
الآبدين. خلصنا يسوع المسيح في مجيء ثاني برتبة القسوس ينال أجرا جيدا على خدمته الصالحة بوفرة نعمه بك الوحيد الذي بواسطته ومعه يليق بك التسبيح والوقار والولاية مع رؤيك الكل قدسه الصالح المجود المحيي المساوي لك في الجوار أشوق لزبان علمي من بارخ مول كل خور قربان Because you are the Lord and God of all, and from you comes forth all good gifts. This your servant looks up to you, hoping and anxious that always your gifts may be preserved within him, so that this soul may rejoice by being also a recipient and a beneficiary of your grace. Likewise, that he might enlighten and overfill those whose souls desire your gifts, because you are merciful and benevolent, and to you belongs all praise, glory, and worship, and to your Son and to your Holy Spirit, O show of Holy Spirit, all me. Amen. عيسى دمر بطروس ذا بتاوت فيل
المدح قديش والله يا بيت يولد طاله مريم ودترى ترشليح قديش أربعين سهدين أطيح إمات عشيش بعيت قديش دار خدكسو قد ما فيش تمها اش ما دامو ودبرو قد روحو قديشو حيد العالم قادش تشوي يد بوسيا
قالوا قلابات قطران الكنيسة الكلدانية الجزيل الوقار الآباء الكهنة والضيوف الكرام إخوتي وأحبائي الحضور، أنحني خاشعا اليوم أمام العزة الإلهية والتي أنعمت علي بوضع يد صاحب القداسة بما لا أستحق رتبة الكهنوت الشريف، الكهنوت الذي هو عمل من وضع الله فيه خدمة وطاعة وعطاء سخي وبذل، فيه يعطي الكاهن كل ما باستطاعته بقوة الروح القدس العامل فيه للمجتمع، فيذوبك الشمعة ينير طريق الآخرين ويسلم ذاته بالكامل لله ويكون أداة مقدسة ويتشبه بالسيد المسيح في خدمته. وحين نقرأ عما توضحه رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين عن الكهنوت أن الكاهن مأخوذ من الناس ويقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، فالكاهن يفرز من قبل الله من بين الشعب ويكرس للخدمة كما اختار الرب يسوع تلاميذه من عامة الشعب ونفخ فيهم قائلا: اقبل الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم خطاياهم أمسكت. وكما أفرز الروح القدس في أنطاكية برنابا وشاول للخدمة موحيا للقديسين هناك: افرزوا لي برنابا وشاول لأجل العمل الذي أدعوهما إليه، فصاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي وأطلقوهما للخدمة. حياة الكاهن أحبائي ليست سهلة كما يظنها البعض،
ربما أن لي خبرة بسيطة بهذا المجال لكوني ابن كاهن ونشأت بعائلة تحوي 4 كهنة خدموا مذبح الرب في مناطق مختلفة بالعالم، الأب متى والأب عمانوئيل، والذي أتمنى أن تشمدوه بصلواتكم ليزيل الرب عنه محنة المرض التي أصابته، والأب يوسف والدي والأب جورج. نشأت بكنيسة مجاهدة، كنيسة قدمت كاهنها البار شهيدا، قدمت الأب بولس كندر شهيد الإيمان الذي نحر على يد أبناء الشيطان وغدا شفيعا لنا اليوم، فهي كنيسة وأم روحية لي شخصيا، هي كنيسة مار أفرام السرياني بالموصل، كنيسة أم عانت الأمرين لتنشئنا تنشئة مسيحية حقا وسط ذئاب قاطفة، فيتستحق قول النبي حسقيال القائل بالوحي الإلهي: أمك لبوة ربضت بين الأسود وربت جراءها بين الأجبال. فمن هذه الكنيسة يا أحبائي تعلمت أن حياة الكاهن مليئة بالتعب والضيق والمشقات، وطوال حياته يقاوم الكاهن مغريات ودسائس إبليس وقوى الشر المتربصة له في العالم، والتي تحاول بكل وسيلة ممكنة الإيقاع بخدام الرب وجرفهم في تيار محبة الذات والتملك الدنيوي الزائل وما إلى ذلك مما يبعد الخادم عن خط سيره القويم. ولكن ما يملكه الكاهن هو أن يدخل إلى مخدعه ويركع أمام ربه ويتأمل بفرح مكانته وما صنعه الله على يديه بالآخرين، فيشكر الرب ويمجد اسمه القدوس وينسى كل أتعابه وضيقاته، فقمة سعادته أن يكمل المهمات المناطة به بأمانة واجتهاد. فالكاهن أحبائي لا يعمل لحساب قوى دنيوية قاصرة، بل يؤدي الخدمة المناطة به في حقل الخدمة الكنسية، وكما يمليه عليه التدبير الإلهي ولحساب السيد المسيح الذي هو رئيس كهنة والكاهن الأعظم، كلمة الله المتجسد، والذي جال يوما في الأرض وشاء أن يمتلك عيونا ولسانا وأيدي وأرجل البشرية ليعلم ويعظ ويرشد ويوبخ ويؤنب ويرعى. أما اليوم فالكاهن هو عيون يسوع ولسانه ويديه ورجليه، لينظر ويتكلم ويعمل ويجول، ويا لها من أعضاء يريدها الرب أن تكون مقدسة، وما أعظم المهمة التي تؤديها هذه الأعضاء البشرية الضعيفة، إنها أعضاء جسد السيد المسيح الطاهر في المجتمع، فتبقى نشيطة وفعالة وقوية ومؤثرة ومثمرة، تأتي 30 و60 و100 ضعف بقوة الروح القدس العامل في الكاهن، فهي تؤدي عمل المؤمنين كافة وتصلي لأجلهم وتتضرع لربي عنهم.
Today, I am very humbled that my Lord Jesus Christ has chosen me to further spread his message on earth as a priest. And I would like to take a few minutes and tell you about my past leading up to this blessed day. I grew up loving the church from a young age, and my parents used to take me and my siblings to the church regularly. They were a great inspiration and taught me how to be faithful, revere God, spread His word, love everyone, help everyone, focus on education, be productive, stay humble, and most importantly, attend church. We attended St. Ephraim Church in Mosul. I love the altar. It is where my inspiration to become a priest began. And I am saddened that St. Ephraim Church has been completely destroyed in recent years, and I am left with only memories of it. Fast forward to the summer of 2010, when I graduated engineering college from the University of Mosul, receiving my bachelor's degree in engineering. Following my graduation, I thought about joining St. Ephraim Theological Seminary in Ma'ar al-Saydnaya, Damascus, Syria. And to help me make this decision, I asked several people for their opinion and a blessing, including my parents, His Eminence Mor Gregorios Saliba Shimon, the Archbishop of Mosul at that time, and Reverend Father Daoud Matisharov, who has since become the Archbishop of Mosul. They all blessed my decision and were very happy to me. Therefore, I joined the seminary. I still remember the first time when Reverend Father Daoud introduced me to the late Patriarch, His Holiness Moran Mor Ignatius Zakariwas, and his words to me when he blessed me saying, "God be with you, son, and your decision to serve God and His church as He was with your father Yusuf. And let your service be for the good of God and His people." I had a great time there under His Holiness and His Eminence Mor Philoxenos Matthias Naish, who was a teacher and a big brother to me, whom I learned a lot from. After I graduated from the seminary, I went back home to my parish in Mosul and Kurdistan. Under the care of His Eminence, Mor Nicodemus, he gave me the opportunity to work in various religious committees in Mosul and in Erbil, and was and still a good supporter in my life. Fast forward to 2015. I moved to this blessed country, America, with the recommendation of His Holiness, our Patriarch, Father and Leader, our Patriarch, Moran Mor Ignatius Ephraim II, who gave me the opportunity
and chose me to become a priest in this archdiocese. Our Holiness, I am extremely proud to serve this beloved archdiocese, which you have personally established and set up its committees through your hard work, dedication, and love of the Church to make it one of the greatest Syriac archdioceses in the world. Your efforts are very visible, and today we are blessed to have His Eminence, our beloved and humble Bishop, Mordionosios Jan Kawak, continue your mission by following your footsteps to further enhance this archdiocese. أحبائي أشكر أولا ربي ومخلصي فادي يسوع المسيح الذي اختارني لهذه الرتبة السامية. أشكر قداستكم سيدي إذ دائما ما غمرتموني بمحبتكم الأبوية خلال فترات قدومكم لهذه الأبرشية وتكبدتم عناء السفر إلى هنا لرسامتي كاهنا الأمر الذي لن أنساه ما حييت. أدامكم رب حبرا أعظم على رأس كنيستنا السريانية الأرثوذكسية. أشكر نيافة الحبر الجليل ومطراننا المحبوب في هذه الأبرشية من الصغير قبل الكبير مارديونوسيوس جان قواق. قضيت معكم سيدي عدة أشهر في مركز مار أفرام السرياني في نيوجيرسي كشماس في المطرانية، والتمست منكم الكرم والمحبة والسخاء والتفاني في تقديم كل ما هو خير لهذه الأبرشية، وسأعمل بتوجيهاتكم الأبوية لي في هذه الأبرشية. شكر وامتناني لنيافة الحبر الجليل مار فرانسيس قلابات مطران الكنيسة الكلدانية. أشكر حضوركم معنا اليوم، ورغم أني لم ألتقي بكم شخصيا من قبل ولكن محبتي لكم كبيرة إذ سمعت الكثير عنكم وعن نشاطاتكم المتميزة في الكنيسة، كما وأشكر كل من هنأني بهذه المناسبة من الأحبار الأجلاء. مار غريغوريوس صليب الشمعون المستشار البطريركي، مار قليميس هوجين قبلان النائب البطريركي لأبرشية غرب الولايات المتحدة، مار سيويريوس ملكي مراد النائب البطريركي لأبرشية القدس والأردن والديار المقدسة، مار أثناسيوس توما دقمة النائب البطريركي لأبرشية المملكة المتحدة، مار نيقوديموس داود متي شرف مطران أبرشية الموصل وكردستان، ومار تيتوس بولوس توزا القاصد الرسولي في البرازيل. شكري لهم جميعا، وأصلي وأطلب منكم جميعا الصلاة من أجل قداسة البطريرك وجميع الأحبار الأجلاء في كنيستنا المقدسة، ولا ننسى نيافة الحبر الجليل مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم مطران أبرشية حلب المخطوف، والذي نرفع الصلوات لرب الإله يعيده إلينا مع أخيه المطران بولس اليازجي. أشكر إخوتي الكهنة والرهبان الذين قدموا من مناطق مختلفة من أمريكا، والإخوة الكهنة من الطوائف الشقيقة، وكل الذين بعثوا بتهانيهم عبر السوشيال ميديا. أشكر كل واحد باسمه، وأشكر أيضا الضيوف الأعزاء الذين قدموا من ولايات مختلفة لمشاركتنا اليوم. شكري الكبير لكلية مار أفرام اللاهوتية، الكلية الأفرامية في معرض صيدنايا، التي أعدتني لأكون كاهنا اليوم بشخص مديرها آنذاك مار فيلوكسينوس ماتياس نايش النائب البطريركي في أبرشية ألمانيا، وأيضا مديرها الحالي سيادة الأسقف جورجس غوريا.
ولا أنسى أن أذكر الشعب السرياني الطيب في نيوجيرسي والذي عشت معه سنة ونصف، خلالها كانوا هم وإخوتي الآباء الكهنة والرهبان هناك بمثابة عائلة لي، غمروني بمحبتهم واعتبروني كأخ وأبن صغير لهم. محبتي وتقديري للأب الخوري أدوار حنة ولأتعابه التي لا تثمن، إذ خدم هذه الرعية بتفاني وإخلاص طيلة 29 عاماً، ولا يزال يخدم ويقدم كل ما يستطيع من أجلها. نصلي جميعاً لأجله لتكن يد الرب معه وتشافيه من مرضه. ولا أنسى الأب الربان وأخي الغالي أوغين الخوري نعمة. والذي سيغادرنا قريباً، لكن تذكر أبونا أننا جميعاً نحبك ونحب أن نراك دائماً هنا معنا كلما سنحت لك الفرصة. كما أشكر حضوركم جميعاً أحبائي وأهلي، إذ سأقضي سنية خدمتي معكم الشعب السرياني الأصيل في ميشيغان. هذه الرعية العريقة بأصولها وشعبها، ولا أنسى القائمين على هذا الحفل الروحي وأخص بالذكر المجلس الملي للكنيسة، كل واحد باسمه. لا تنسوا جميعاً أن تذكروني بصلواتكم اليومية، ومعاً وبتعاونكم معي سنقدر أن ننهض بهذه الرعية. And to our dear youth, you are the future of this church. Every single one of you has a role and duty in building this church. I am thrilled to work with each and every one of you in the house of God, that your parents, grandparents, and ancestors have shed blood and tears to keep alive and growing throughout these years. وبالختام أشكر عائلتي، زوجتي دينا التي ستكون سندي وسوف تشاركني أفراحي وهمومي طيلة سنين غربتي على الأرض. ووالدي الحبيبين الخوري الدكتور يوسف البناء ووالدة الخورية جوليانا، واللذان لم يقدرا أن يحضرا معنا اليوم، ولكن صلواتهما دائما معي. هما اللذان علماني وسهروا الليالي لأجلي، وأمنيتهم أن يروني إنسانا مثمرا بحق الرب ثابتا على طريق الحق. ولا أنسى إخواتي وأخوتي المباركين ريم وريا وفادي وميلاد، اشملوني ببركتكم سيدي وباركم. أحبائي، نتابع معا صلاة الاعتراف باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. أنا أعترف
لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاث المقدسة فينيقية وقسطنطينية وأفسس على رجاء رئاسة الكهنوت الشريف المسلم إليك يا سيدنا البطريرك، وبه تحل وتربط. إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة عظيمة جدا، وأنا نادم عليها ندامة كاملة، قاصدا ألا أرجع إليها أبدا، راضيا بالموت أحرى من أن أقبل الخطيئة. فأسألك بسلطان رئاسة الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي. آمين. يا رب اغفر لنا، يا رب سامحنا، يا رب ارحمنا. ليرحمكم رب الإله وليقودكم إلى الحياة الأبدية هو سلطان كامل المقدسة ليعطاه سيد مسيلة الأمين للقديسين ومنهم انتقل يخل إلى خلفائه المشرعين حتى وصل إلى ضعفنا العبد الخاطب بهذا السلام المقدس. أحلكم إخوتي وأخواتي من جميع ذنوبكم التي عملتموها بإرادة وبغير إرادة، بمعرفة وبغير معرفة. أطلب من الرب أن يغفر لكم خطاياكم التي اعترفتم بها والتي نسيتم، وأن يتقبل توبتكم مثلما قبل توبة المرأة الخاطبة والعشار واللص اليمين وكل التائبين والتائبات من رحمته تعالى. آمين. إذا يكونوا تتقشون اشتبون حوى يكون وحوى يكون أشمو دابو دابرو ودروحوا قانيشو الحايد العولى مرمين. آمين. Thank you.
صيدهم شباب وبرور وقديش ومن علم والدردور اللي تشبط عليه بحكم حسين نحوث حسين عبديك بار الله ديث الفرقان وعتيد ميطن وحامي حدوث الغنسان العلمي شوط مي الله يمين خويد لو متحزياني ثابر خويد خنشان السغو ذيك لم قبلي مسافر وخواد مخياقير الحسود حابي والشبقان ودح طاهي والقلي وثافق دومك موران والوهان العلمي آمين هون رحمة الله رب العالمين قدوشي ولين عالي وحبيون عن نسوبي هون على كل من دلي وشتوت في مشتوت في نبهون رحمة دلي ثوثون وليهون العلم العلمين آمين I'll see you.
You.
Oh,
ويلون بشتم حين وحبيبان كاتن كحين خون طيب وثر رحمة تليث يثو قادشتو عم زوادي بركوث سبتون مثل حي قادشتو تموي رح يك عم قريب حي عميثي يقاي بصيب زاكرت بعاي بروش مد معموديثو اتحاس حاو بكنتش بق بصر يكون وينو عبدهم حيلو حاطو يتحنان وتعدر بصلا وثخون زيلون بشتم كت حضيتون روزيتون وعليهم حيلو حاطو يصالو بتمنى من جميع يضلوا بأماكنه تفضلوا ارتاحوا ناخذ صوره جماعيه هلا مع قداسه سيدنا البطريرك المعظم وآباء الكهنه طبعا اول شيء بدنا نقول لكم مبروك للرعيه مبروك لابونا الكاهن الجديد مبروك لنا شكرا لربنا وشكرا لسيدنا البترك على هالنعمه العظيمه خلونا ناخذ الصوره ورالي سامحني شوي بس أبونا الجديد رح يبدل ثياب الكهنوتية حتى سيدنا يلبسوا الجبة والتخفيفة بعدين رح يكون كاهننا الجديد موجودون أبونا عماد رح يكون هون والمانون قدرانين يكونوا معنا بالبانكويت يتفضلوا يباركوا له بالكنيسة ونهار أحد القادم أبونا عماد راح يقدس الداس الأول معكم جميعا ليشكر الرب على نعمته وعلى هالبركة العظيمة ليأخذها مبروك لأبونا مبروك للكورية مبروك لكم يا أحبائي رجاء نحافظ على الهدوء داخل الكنيسة لأنه ما خلصنا المراسيم بعد رجاء يا أحبائي نحافظ على الهدوء لأنه ما خلصنا المراسيم بعد شكرا لمحبتكم وفرحكم
تتليث يوث قدشتو شو يذبوسيا والشينو إن يا ندعيت قدشتو دالو شبحتو لي قارو هدرو رمرامو تتلي فيوتو قادشتو شوية بوسية والشينو بنيان دعيتو قادشتو دالو مثل ما خبرناكم يا جماعة رح هلا يكون أبونا الجديد هون، هذا أجدد واحد اليوم بالكنيسة السريانية، رح يعني بالمردلي إذا بدكم تازة، هذا الأبونا التازة هلا رح يوقف هون أبونا عماد ويتقبل التهاني من الناس اللي ما رح كانوا موجودين، ما رح يكونوا موجودين معنا بالبانكويت، اللي رح يروح على البانكويت بباركولو هونيك. مثل ما قلت لكم القداس الاول الاحد القادم، مبروك بريخو. طلبت تكريسي